مهرجان التكريم في ختام فعاليات الدورات القرآنية الثانية، دورة الموعظة الحسنة لعام 1440 للهجرة، والتي انطلقت منذ شهر متضمنة تلاوة للقرآن وأبحاث حوارية في الفقه والأصول والمنطق والعقائد، إضافة لقصائد الشور والراب المهدوي. دورات حظيت بإشادة المتابعين لما فيها من كسر للجمود ومعالجة للواقع والمحافظة على الأبناء الأعزاء من مظاهر الانحراف والتخلف الفكري والأخلاقي، وإعطائهم دورا قياديا رياديا من خلال ارتقائهم منصات التربية القرآنية الإبداعية. في ختام كل دورة من الدورات التربوية القرآنية يكرم المبدعين المتميزين تثمينا لمشاركتهم الفاعلة في تلاوة القرآن الكريم وإلقاء أبحاث حوارية في الفقه والأصول والمنطق والعقائد وقصائد الراب والشور المهدوي. أنا أفتخر بهذا التكريم من السيد الأستاذ وأشكره على هذا الشيء. هذا فخر إنه ودائما يعطينا حافز للأشبال وللشباب، ودائما كل دورات قرآنية دائما جوائز وتكريم، والحمد لله متواصلين بالدورات. كل تلك الفعاليات والإبداع جسد صورة مثالية ونموذجا راقيا عن المسلم الشبلي أو الشاب الرسالي، والذي كان لحضورهم الأثر الواضح في استمرار الدورات ونجاحها. ألا تعتقد إن مما تقدم ذكره من إيجابيات يشكل دافعا ضروريا لمشاركة أبنائك في تلك الدورات المثمرة؟